يعني احنا فضلنا يومين وكوب 27 كمؤتمر ينتهي، الا انه النتائج بتاعت هذا المؤتمر هتفضل مستمرة معانا لفترة. وبما ان احنا بنتكلم كوب 27، احنا بنتكلم على قمة المناخ او قمة دولية عالمية هي الاهم في العالم في هذا المجال. 197 دولة بيتكلموا على إزاي هذا الكوكب هيقدر يقف قدام المتغيرات المناخية، تحديدا لمواجهة تداعيات متغيرات المناخ. النهاردة خلال يوم ما أطلق عليه التنوع البيولوجي، ظهر جهد حقيقي من خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللي وضحت مدى أهمية الربط ما بين التنوع البيولوجي والمتغيرات المناخية. طب أنا بقى محتاج أفهم برضو، ما أنا في النهاية خالص أنا مذيع مش عالم، التنوع البيولوجي والمتغيرات المناخية. طيب خلونا هنا بقى نفهم من دكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجمهورية مصر العربية. أهلا 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 يا دكتور. أهلا يا دكتور يوسف. أولا يعني جهد الوزارة في إنجاح هذا المؤتمر جهد ملحوظ إلى أبعد الحدود، يعني يقولوا كده وضوح الشمس، فبرافو وألف مبروك. الحمد لله، بس هو الحقيقة جهد الدولة المصرية كلها. طيب يعني كويس، كلنا اشتركنا، كلنا تعبنا، كلنا بإشراف رئيس الوزراء وتوجيه سيادة الرئيس عرفنا نطلع هذا المؤتمر بالصورة اللي تليق بمصر. الحقيقة حاجة كانت تشرف وتفرح وتخلينا نبقى واثقين أكتر كمان في المستقبل. يمكن هسأل الأول دكتور، المذيع يوسف ده كان بيقول إنه نتائج المؤتمر سوف تستمر معانا لبضع سنوات قادمة، ما هيش هتنتهي سنة أو سنتين، يعني كل ما تم الاتفاق عليه، كل المذكرات التنفيذية، كل الالتزامات دي هتقعد معانا حبة، مظبوط الكلام ده؟ بالضبط. هو الحقيقة جرت العادة إن ممكن اللي بيتخيل أو اللي بيشوف المؤتمر على شاشات التلفزيون بيتخيل إن المؤتمر بينتهي بانتهاء التجمع بتاعه يوم 19 أو 18 نوفمبر وخلاص. لا، هو الحقيقة مصر بتتسلم الرئاسة، تسلمتها يوم 6 نوفمبر سيد وزير الخارجية السفير سامح شكري، وبتستمر معانا لغاية ما نروح نسلم الإمارات إن شاء الله في نوفمبر القادم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني التوصيات اللي هتطلع من هذا المؤتمر يوم 18 نوفمبر بتفضل مصر تشتغل عليها وتتابعها لغاية ما تسلم للإمارات، وبعدها تبقى مصر بتعود تاني لمقعد كدولة مشاركة بتنفذ هذه الالتزامات في السياق الوطني بتاعها. فأي حاجة هتطلع من هذا المؤتمر هي التزام عليك مرتين. مرة إنك تتابع دول العالم 194 دولة عملوا إيه على مدار سنة عشان تروح تسلم الإمارات، ومرة تانية على المستوى الوطني أنت عملت إيه. حلو، كويس جدا. طيب ده هينقلني على مسألة التنوع البيولوجي وعلاقته بالمتغير المناخي. يعني أغلبنا الأعم بيرى أنه المسألة في المتغيرات المناخية متعلقة بالنشاط الصناعي واستخدام أنواع صديقة للبيئة من الطاقة، أنواع الوقود الأخضر كما تعلمنا خلال، يعني بالنسبة لنا احنا طبعا، بالنسبة لحضراتكم عارفين ده من بدري، خلال السنة اللي فاتت أن حاجة اسمها الوقود الأخضر والطاقة الخضراء والاقتصاد الأخضر، ومن ناحية تانية الحفاظ على المساحات الخضراء اللي على هذا الكوكب. لكن مسألة التنوع البيولوجي دي أغلبنا مش واضحة بالنسبة لنا. طيب خليني أقول لك يعني إيه تنوع بيولوجي بطريقة تكون سهلة ومبسطة. ماشي. ربنا خلق الكون حاجة بتعتمد على حاجة بتعتمد على حاجة. كويس. السلسلة دي هي السلسلة اللي بتسمى بالتوازن البيئي. توازن، أنت عندك شوية مكعبات موجودة على الأرض بتستغرق بتخلص بعضها، لما بتفت واحدة بيحتل التوازن. جميل. التنوع البيولوجي ده هو أساس يعني وجود كائنات بحرية وكائنات برية على الأرض، ووجود الأرض والزراعة وكل الحاجات دي بتساعد على إن إحنا يبقى عندنا مية وعندنا أكل وعندنا مأوى وعندنا ملبس. تمام، ده بالمفهوم البسيط. اللي بيحصل ان كل ما درجة حرارة الارض ارتفعت الكائنات اللي موجودة على الارض دي بتتأثر.
ليه؟ لأن أكلها ما بيبقاش موجود، شربها ما بيبقاش موجود، تأثير درجة حرارة الأرض على دورة الحياة بتاعتها ما بتبقاش موجود. فبالتالي لو أنا النهاردة، خليني أقولها لك بطريقة بسيطة، صياد بنزل كل يوم الصبح أحط السنارة بتاعتي في المية تطلع لي سمك، طب لو أنا السمك ده مش موجود هعرف إن أنا أعيش؟ من شغلتي ومهنتي صياد. دي حاجة. السياحة، السياحة بتعتمد على إن أنت عندك سياحة الغوص، السنوركلينج، بتنزل تتفرج على الشعاب المرجانية. صحيح. أكتر حاجة بتأثر في ارتفاع درجة حرارة الأرض إن الشعاب المرجانية دي بدل ما تلاقي الألوان الحلوة بتاعتها اللي هي الأحمر والموف والأصفر تلاقيها بيضة، عجزت، شاخت. فبالتالي بقى في جزء كبير في الاقتصاد اللي كان بيعتمد على السياحة ما بقاش موجود، فالناس دي ما بقاش عندها شغل، لازم تدور لها على مجال تاني. صح. إيه اللي مصر عملته النهاردة واللي العالم شايفه إنه إنجاز تاريخي؟ إن كان طول الوقت بنتكلم على موضوع التنوع البيولوجي في مؤتمر، ونتكلم على تغير المناخ في مؤتمر، ونقعد عند التنوع البيولوجي نقول هي ليه الكائنات بتنقرض، هو ليه الشعاب المرجانيه بتبيض، هو احنا ليه مش عارفين نحافظ على التوازن البيئي، ونروح في تغير المناخ نقول ايه، هو ليه درجه حراره الارض عماله تعلى، هو ليه مش عارفين نتكيف، هي ليه الميه بتقل. اللي مصر عملته النهارده انجلترا الحقيقه ما عرفتش تعمله السنه اللي فاتت، انها تدخل مفهوم التنوع البيولوجي في قضية تغير المناخ، وتفتح الحوار لمناقشات جادة في هذا الشأن. خلاص الكوكب مش قادر يستحمل اللي احنا بنعمله، هي سلسلة من التدمير للكوكب عمالة بتأثر على كل حاجة في حياتنا، على المية بتاعتنا وعلى أكلنا وعلى شربنا وعلى لبسنا وعلى حياتنا، ومش عارفين ندخل الموضوعين في بعض. لمصر عملته النهاردة انها خصصت يوم للتنوع البيولوجي، وجابت أكبر دول في العالم، قالت لها إيه؟ قالت لها النهاردة أنتوا محتاجين أن أنتوا تبصوا للدول النامية بأن في ناس مجتمعات هشفة زي الصيادين، زي اللي بيشتغلوا على السياحة، المجتمعات اللي حوالين الشواطئ، الناس دي حياتها بتتهدد، هتعملوا إيه؟ فكان النهاردة المبادرة اللي مصر أطلقتها في بداية اليوم إن إحنا قلنا في حاجة اسمها الحلول من الطبيعة، يعني عندك مثلا دول ومن ضمنها مصر أكثر تعرضا لآثار تغير مناخ بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر. فعندك كفر الشيخ، دمياط، البحيرة، كل ما البحر ارتفاع سطح البحر ما بيرتفع بتهدد السكان اللي حواليه. طبعا. فعملنا أسوار، بس بدل ما تبقى خرسانة تبقى من المواد الطبيعية، من الرملة، بنسميها حلول من الطبيعة. كان هناك رفض من المجتمع الدولي إن الحلول من الطبيعة دي تخش وتبقى أي مجال لأي مناقشة فيها عشان محتاجة تمويل ومحتاجة دعم. النهاردة المبعوث الأمريكي جون كيري، وهو مبعوث أمريكي لملف تغير المناخ وليس للتنوع البيولوجي، كان موجود في افتتاح هذا اليوم، وقال إن أمريكا بتدعم فكرة الحلول من الطبيعة وبتضع 25 مليار دولار عشان دعم المشروعات في الدول الأكثر تأثراً لارتفاع منسوب سطح البحر. ألمانيا كانت موجودة معنا النهاردة بتترأس المبادرة المصرية، وهتضع 1.5 مليار دولار سنوياً لهذه الدول وهذه المشروعات. طب إحنا بنعمل ده ليه؟ في حتة بقى مهمة جداً سياسية لازم نبقى عارفينها، إن نفس هذه المدينة، مدينة شرم الشيخ، استضافت مؤتمر التنوع البيولوجي في 2018. والنهارده واحنا في مؤتمر تغير المناخ 2022 بنضع موضوع التنوع البيولوجي في شرم الشيخ عشان العالم كله هيجتمع كمان 3 أسابيع في كندا عشان اقرار خارطه الطريق للتنوع البيولوجي اللي مصر طلعتها في 2018. كويس. فكان النهارده الافاده بجمهوريه مصر العربيه ليس فقط تطبيق الموضوعات التنوع البيولوجي في موضوع تغير المناخ، ولكن ان مصر لديها رؤيه بعيده المدى. في 2018 سياده الرئيس نادى بمبادره عالميه لربط التنوع البيولوجي بتغير المناخ بالتصحر. النهارده واحنا في تغير المناخ بننادي بنفس الحاجه، ولكن المجتمع الدولي ابتدى يستجيب. فالنهارده بقت مصر محطه مهمه جدا
لتجميع رؤى المجتمع الدولي ايا كان هو متخصص في ايه، عشان كلنا نبقى ايد واحده وبالتالي معا للتنفيذ. وهو شعار مؤتمر المناخ بقى ما بيطبقش فقط على المناخ، بيطبق على موضوعات البيئه العالميه. ده رائع جدا. طب دكتور ياسمين، يعني صححيني لو انا غلطان، يعني انا قدر الامكان من باب الهوايه بقعد اقرا شويه على مساله الكوكب ووضعه وحجم انتاج الاكسجين، فيمكن اللي انا قدرت افهمه على قدي هي انه احنا عندنا مصدرين رئيسيين لانتاج الاكسجين على سطح هذا الكوكب، جزء منها هي غابات الامازون وجزء منها هي المحيطات البلانكتونز والحاجات اللي موجوده دي. صح، 50% من الاكسجين جاي من المحيطات بالظبط. وباعتبار ان احنا بنحتفي بذكرى ميلاد العالم العظيم دكتور حامد جوهر، واحد من اهم علماء البحار والمحيطات في العالم، يعني انا اللي بفكر فيه هو احنا هنقدر، اما ان الاوان بمعنى ادق، ان احنا يبقى في عندنا كليه متخصصه في ابحاث الدراسات العليا للعلوم البحار والمحيطات، يعني زي كده مثلا في كليه في جونز هوبكنز بتاعت الدراسات الماليه والاقتصاديه المبنى بتاعها اسمه بول نيدز اللي هي ساينس دي مبنى اسمه. فانا عايز حاجه كده مش بس لتخليد اسم حامد جوهر الله يرحمه، بس يبقى في عندي مركز شديد التخصص على قدر كبير جدا 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 من التجهيز التكنولوجي والعلمي، ويبقى تحت اشراف وزارة البيئة أو هي اللي بتاخد المبادرة في إنها تعمله وتنشئه وما إلى ذلك. سبقتني في حاجة. لا. أولاً إحنا عندنا، لا استنى بس يوسف أقول. أنت طبعاً أنت كل مرة بتبقى دارس وقاري وعامل شوية ريسيرش قبل ما بتتكلم، بس الأفكار بتاعتك، لا والله الأفكار بتبقى جميلة. خليني أقول لك، إحنا عندنا في مصر حاجة اسمها معهد علوم البحار. طبعاً. تبع أكاديمية البحث العلمي، ولكن بيشتغل على المستوى الوطني. ما كانش فيه الحتة بتاعة التآزر ما بين الجامعات ومراكز الأبحاث الخارجية. وعشان البحر الأحمر هو آخر مكان على كوكب الأرض بالنسبة للأبحاث اللي الشعب المرجانية بتاعته هتتأثر بتغير المناخ، معناها أن هو هيبقى الملاذ الأخير للسياحة. احنا في محمية نبأ في جنوب سيناء عملنا مركز اسمه مركز التنوع البيولوجي العالمي، وده بيديره معانا دكتور منير نعمت الله اللي طبعا. هو عامل التجربة بتاعت سيوة، اكيد كلنا عارفين طبعا. دكتور منير، وده كان من ضمن الافكار اللي احنا طلعناها قبل المؤتمر، ان انت النهاردة المحميات دي مش بتاعت الحكومة بس، انت تقدر تدخل قطاع خاص يقدر يشتغل في البحث العلمي. وطورنا هذا المركز بتاع التنوع البيولوجي، وعملنا جنبيه بيوت للإقامة عشان يبقى فيه أبحاث علمية لطلبة جايين من بره بيدرسوا الشعاب المرجانية، بيدونا الخبرة، بيدونا التكنولوجيا عشان نقدر نحافظ على الحاجة دي، ويبقى فيه مجال فعلا الأولاد سواء في الجامعة عندنا أو جامعات بره بيتبادلوا فكرة الحفاظ على المحيطات وعلى التنوع البيولوجي والشعاب المرجانية. حلو قوي. وده خلصناه. رائع رائع رائع. فاضل بس ان احنا نخلد اسم الدكتور حامد جوهر. حاضر. يا سلام يا سلام، ربنا يخليك يحضر لك الخير. حاضر. اشكرك يا دكتور، الف الف شكر على وقتك، وشكرا على جهدكم بجد، يعني من قلبي كل الشكر لدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جمهورية مصر العربية.